من أكتر المحافظات طبعا زي ما احنا شايفين القاهرة ثم الجيزة والقليوبية، يعني احنا بنقول أكتر من 60% من إصابات مصر في القاهرة الكبرى. الحقيقة القاهرة بالذات في آخر أسبوع أو آخر 10 أيام تمثل 50% من الإصابات. زي ما احنا شايفين معدل الإصابات في القاهرة والجيزة والقليوبية والمنوفية والفيوم واسكندرية والبحيرة، هي أكتر 6 محافظات أو أكتر 7 محافظات في مصر هم اللي فيهم أكتر من 50% من الحالات.